بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وسلم وبعد. فنتحدث اليوم عن وقعة الحرة، هذه الوقعة التي أباح فيها يزيد بن معاوية المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على يد مسلم بن عقبة الذي أطلق عليه المدنيون أو سكان المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم مسرف بن عقبة، وذلك لإسرافه في القتل والنهب وهتك حرمة أهل المدينة، ولم يراع في ذلك حرمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى الحرة هي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار، يعني لسوادها. وكانت هذه الوقعة بالمدينة في ذي الحجة سنة 63، وقيل 62، في أيام يزيد بن معاوية، على يد مسلم بن عقبة المري الذي يسميه أهل المدينة مسرف بن عقبة. وكان سببها أن أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وأخرجوا مروان بن الحكم وبني أمية منها، وأمروا عليهم عبد الله بن حنظلة الغسيل الذي غسلت أباه الملائكة يوم أحد. وكان من أمر كبار الصحابة أنهم أهينوا أشد الإهانة، وكان من أمر جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا اليوم أنه أخذ يطوف في أزقة المدينة والبيوت تنتهب وهو أعمى يعثر في القتلى، ويقول: تعس من أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد حديثه صلى الله عليه وسلم: من أخاف المدينة فقد أخاف ما بين جنبي. فحملوا عليه ليقتلوه، فأجاره مروان وأدخله بيته. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقعة الحرة وكثرة القتلى فيها، فقد روى ابن ماجه وقال الألباني صحيح. قال ابن ماجه: حدثنا أحمد بن عبده قال: حدثنا حماد بن زيد حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف أنت يا أبا ذر وموتا يصيب الناس حتى يقوم البيت بالوصيف، يعني القبر؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله، يعني أفعل ما يأمر به الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: الله ورسوله أعلم. قال: تصبر. قال: كيف أنت وجوعا يصيب الناس حتى تأتي مسجدك فلا تستطيع أن ترجع إلى فراشك، ولا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله لي ورسوله. قال: عليك بالعفة.
ثم قال: كيف أنت وقد لن يصيب الناس حتى تغرق حجارة الزيت بالدم؟ قلت: ما خار الله لي ورسوله. قال: الحق بما أنت منه، يعني الحق بأهلك ولا تشترك في الفتنة. قال: قلت يا رسول الله، أفلا آخذ بسيفي فأضرب به من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم إذن، ولكن ادخل بيتك. قلت يا رسول الله، فإن دخل بيتي؟ قال: إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك فيبوء بإثمه وبإثمك فيكون من أصحاب النار. ومعنى أن يقوم البيت بالوصيف أن يكون العبد قيمة القبر، يعني يغلو ثمن القبور بسبب كثرة القتلى. وقيل المراد بالبيت هو البيت المتعارف عليه، والمعنى أن البيوت تصير رخيصة لكثرة الموتى وقلة من يسكنها، فيباع البيت بعبد. ومعنى أن يباع البيت بعبد يعني أن ثمن البيت قد رخص جدا. وحجارة الزيت موضع بالمدينة في الحرة، سمي بها لسواد الحجارة كأنها طليت بالزيت، فالدم يعلو حجارة الزيت وحجارة الزيت ويسترها لكثرة القتلى. وهذا إشارة إلى وقعة الحرة التي كانت زمن يزيد، وفي هذا دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخبر بشيء يحدث بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الإصابة قال ابن حجر العسقلاني: وقتل يومئذ، يعني يوم الحرة، من حملة القرآن 700 نفس. وقال يعقوب ابن سفيان: سمعت سعيد بن عفير الأنصاري يقول: قتل يوم الحرة عبد الله بن يزيد المازني ومعقل بن سنان الأشجعي ومعاذ بن الحارث القارئ، وقتل عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر. فقال محمد بن أسلم بن بجرة الساعدي: إن يقتلونا يوم حرة واقم فنحن على الإسلام أول من قتل، ونحن قتلناكم ببدر أذلة وأبنى بأسياف لنا منكم نفل، يعني أصبحت أسيافكم لنا غنيمة يوم بدر. وقال الهيثم بن عدي: قتل يوم الحرة من أخلاط الناس نحو من 6500، وذلك في سنة 62، هذا على خلاف بين المؤرخين، ولكن الأشهر أن وقعة الحرة كانت سنة 63. وقال صالح بن كيسان: وقتل يومئذ ابن حنظلة الغسيل ومحمد بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمرو بن حفص المخزومي وعبيد الله وسليمان ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. وأباح مسلم المدينة 3 أيام حتى كانوا ينفضون صوف الفرش ويأخذونها، يعني حتى انتهبوا البيوت حتى لم يتركوا الشيء الخسيس القليل القيمة، كانوا لا يبقون بالمنزل أي شيء. وجاء في البدء والتاريخ للمقدسي: جاء مسلم بن عقبة فأوقع بالمدينة وقتل 4000 رجل من أفناء الناس، يعني من عامة الناس، و70 رجلا من الأنصار، وبقر عن بطون النساء
وأباح الحرم وأنهب المدينة 3 أيام، وبايعهم على أنه فيء ليزيد، وجعل يفعل فيهم ما شاء. وكانت الوقعة بالحرة وهي ضاحي المدينة، وبتلك سميت الحرة. قال أبو عمرو ابن العلاء: كانت وقعة الحرة بالمدينة وبها 1000 عين تنظر، قد رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل أكثرهم، والله لو أنها عين واحدة لوجب أن تصان لأنها نظرت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لوجب أن تصان وتحمى. وقال البيهقي في دلائل النبوة: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يعقوب بن سفيان، حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا جرير عن مغيرة قال: أنهب مسرف بن عقبة المدينة 3 أيام، فزعم المغيرة أنه افتض فيها 1000 عذراء. والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا ما اتفقت عليه كتب التاريخ والسير.